من اسبوعين واستلم حد على شكل ماوس حد كده اشتغل بالكيبورد من غير ماوس. السيستميك باثولوجي نازل من اسبوعين، ولكن السيستميك باثولوجي هينزل تشابترز، نازل تشابتر ديزيز اوف ذا بلاد فيسل من اسبوعين. في ناس جابوا الورق انتوا حاضرين امبارح، وادي صورتنا اهو مع الورق. بلاش اشاعات ممرضه، انا عيان اهو. ادي حبيبي اه، ليه علاقه غير شرعيه بيا؟ احنا هو مع الورق انا ما اعرفش. اتفضل يا شيخ اسمك المهم نكمل مع بعض. نجيب الريجنرال ونكمل، نخش على طول على السيستميك وريحكم في كمية قليلة في الحصة ديت وكمية قليلة. يوم الأحد هيكون عندكم امتحان، نستغل الفرصة يوم الأحد في آخر جزء منها نقعد نعمل لكم امتحان على الامتحان اللي هو هيجي اللي هو يوم الأحد، يعني نعمله بعديها بسنة. طيب يعني في ناس كانوا بيقول لك ايه، ما تلغي يا جدع المحاضره. اتجننت، تخيلوا بقى انا اللي محاضر، والله ما حصل من كام سنه. انا اللي محاضر يعني اعمل ايه؟ المهم الفانجل انفكشن بالمواضيع او الشابترز الصغيره قوي، ولكن ممثل الامتحان لان عندنا دار عليه وعندنا سلايد عليه، واحنا خدناه اوريدي لان احنا خدنا الاكتايرو مايكوز. ازاي؟ لان تحت الميكروسكوب ده يمكن التفرقه ما بين البكتيريا اللي اسمها اكتايرو مايكوز الاسرائيلي وما بين الفانجل اللي اسمه الايو مايسيتو. فبالتالي التفرقه الدراسه وليس الميكروسكوب، وده على عرفت لانشح مقدمه الفانجل انفكشن، وهذه المقدمة مهمة بس ما تجيش في الامتحان. الفانجاي من علم البيولوجي، الفانجاي أي نوع من الكائنات الحية تنتمي لأي مملكة من الكائنات الحية. الفانجاي are plant cells. الفانجاي are microscopic plant نباتات. طب ودي معلومة تهمنا في الطب؟ يس. لأن حضراتكم الفانجاي لازم عشان تحصل يبقى فيه مية، النبات يحب المية، والمعلومة البسيطة دي ممكن البشر يتجنبوا الفانجل انفكشن معظمها. Without water no fungal infection. Without water no fungal infection. يعني الفانجاي اللي بنقول عليها دي كومنسل، في مية في فانجل انفكشن. ليه؟ لما حضراتكم الجين سبورت باي فانجاي، بنقسم الجين سبورت باي فانجاي بنسميها مايكروبيس على حسب التيشو والاكستنت اوف انفكشن، على حسب المود اوف انتري لثلاث مجموعات. اشهر فانجاي انفكشن في البني ادمين بيسموها سوبرفيشن، بيسموها كوتينيوس يعني في الجلد، عالجلد اتس نوت في الجلد، عالجلد دي بيسموها سوبرفيشال او كتير او سكين وايت ديزيز. حضراتكم لان الديزيز بيبقى على الجلد مش بيبدا يخش، مش انفيزف، ودي حاجه سهله ومفيش حد فيكم الا لما جاله اتاك من هذه السوبرفيشال فانجل وايت ديزيز، لان هي بتبقى في الجلد بس على الجلد، وطبعا تيجي في الجلد اللي هو فيه ميه. اشهر سوبرفيشال وايت ديزيز هي الكانديديز. تسمع الكانديديز؟ لان نورمال الكانديد. حد عنده عربية؟ الميكروباص ما بيرسموش. الفانجل انفكشن السوبرفيشال اشهر اكزامبل عليها الكانديديز. الكانديديز مشهورة جدا، بتيجي في العيال الصغيرين اما ياخدوا بروس سبيكترم انتي بايوتيك اللي اسمه سوبر انفكشن لو تفتكروا، في البق بيسموها اورال ثراش، الطفح الابيض. البنات مشهوره جدا لما ياخدوا برو سبيكتر او يحملوا
تديهم المزايا وتنزل الشرط عامل زي الجبنه ملوش ايه. لكن كمان من السوبرفيشال كانديجيزس التينيا. اسمعوا عن التينيا؟ التينيا بالعربي اسمها تينيا. التينيا دي نورمال كومنتس على الجلد فتيجي في الحتت المويست. اشهر اكزامبل على التينيا التينيا بيدس اللي بيسموها الاثنين سود. العيال اللي بتلبس كوتشيات كوتشي ما بتلاقيش خالص. ناهيكم على ريحه الجزمه ريحته عامله ازاي. لكن هنا في ميه بالذات من صوابع الرجل فيحصل لهم اثنين فوت يلاقوا حاجات بيضة. دي تينيا حضرتك. سموها تينيا بيدس او اثنين فوت. عشان كده كل الاثنين معفنين. هو ماشي يلبس كوتشي بس يكسر رجله وينشف بين صوابع رجله. حتى العيال الصغيرين مش سلمانين منها لان ميل الكانديدا او التينيا لو الام بقى معفنه بتوفر فما بتغيرش الواد الحفاظه فالواد بيتبل ويفضل فيه ميه. فزي الواد الصغنطوط الامور ده عنده حاجه اسمها دايابر فانجر انفكشن. دايابر تعرف ايه دايابر؟ دايابر درماتيتس اللي هو التهاب الحفاظه. طب ايه فكره الحفاظه؟ عملت ايه الحفاظه؟ الميه المحبوسه. عشان كده محطوط البوم هي تغير الحفاظه رجلك وتشتري حفاظه لها قوه رهيبه في الامتصاص مهما عملت. اهم منها ان هي بعد ما تيجي تغيره وتشطفه ما تروحش تلبسها الحفاظه على طول تاني تسيبه يتهوى شويه. فاهمين حاجه؟ بطنة التك مش معطى انا مالي انا شغال انا في الموضوع دي كلها سوبرفيشال ودي كلها ملهاش اي قيمه مش هندرس لان الاخطر منها شويه. حاجة اسمها السبكوتينيوس مايكوزيس. لأن هنا الإنفكشن في معظم الأحيان مش سوبرفيش لا ده هيخش في الجلد. لأن نورمالي الفانجس يبقى موجود مش على الجسم يبقى موجود في التربة فمحتاج ماينور انجري. لأن الفانجس ما يعرفش ينفيد. لو الفانجس بينفيد انتكت سكين كان يعمل لنا سيكشوال ترانسميتد ديزيز. واشهر اكزامبل هناخده على السبكوتينيوس مايكوزيس اللي بتنزل في السبكوتينيوس تيشو والادجيسنت تيشو ممكن توصل البون. دي حاجه اسمها المدولا فوت المايسيتوما اللي انا هشرحها دلوقتي بالتفصيل. هي الوحيده اللي عندك. لان في الاعنف وده كان سؤال بيجاوبوه في يو اس ام اي. لو واحد جاله فانجل انفكشن ديسيمينيتد تعرف ايه ديسيمينيتد؟ يعني سيستميك ياخد الجسم. ده اخطر ولا البلجنال تيومر؟ كانوا بيجيبوا في يوسف من ايه السؤال بشكل وحش قوي. يعملوا كيس وبعد كده يقول لك العيان ده دخل في ديسيمينيت فانجل انفكشن. Which is more worse malignant tumor ولا ديسيمينيت فانجل انفكشن؟ والاجابه بلا تفكير ديسيمينيت فانجل انفكشن. الديسيمينيت فانجل انفكشن دي مصيبه لان لا نملك علاج لها. لو حصل ديسيمينيت فانجل انفكشن العيان ملوش علاج. يعني البالينت تيومر يبقى له علاج والحد ده اوبرابل بنعمل له فاليشن. يعني واحد بعت لي واحد مش مرموق بيقول لك بيقولوا ان عيان عنده سرطان منتشر فبياخد جلسات بكذا الف نصابين دول ولا ايه؟ الطب يا دكاتره ليس الهدف الاساسي العلاج بس. لان في تعريف الطب كانوا بيقولوا ميديسين بيور ديزيز اند اف بين ليد بيشنت لايف ديزيز. الفاليشن ده حاجه مهمه جدا في الطب. وما ليه سموا الطب طب؟ بالطبطبه تاخده على صدرك كده وتطبطب عليه حتى يموت في سلام. ومن ابسط السلام ما يموتش متالم ولا يموت عطشان ولا جعان ولا طبعا مبلوغ ده موضوع تاني. فبالتالي في فاليشن. اما في ديسيمينيتد فانجل انفكشن ديسيمينيتد مايكوزيز دي مصيبه سوداء ما بتحصلش الا في العيانين اللي عندهم لو اميونيتي سيفير لو اميونيتي زي بالذات الاتش اي في الدايابيتس فيري رير الاتش اي في اللي يعملها. وطبعا دي مصيبه سود زي حاجه اسمها الهيستوبلازموزس كابسوليتم ودي مش عندنا زي عند الكانديديزس ممكن تبقى ديسيمينيتد. فلو جينا بصينا ليس هيستوبلازموزس زي كريبتوكوكيكوالجيدومايكوزس. انا بقول كلام مجعلص لان احنا كنا زمان علينا في المنهج بس احنا شطبناها بقالنا اربع سنين. لان كل هذه الفانجل انفكشن العائل الوسيط الباتس ومصر ليست بلد الخفافيش مشهوره في امريكا في المسيسيبي فالي. واحنا هدفنا ان احنا نطلع دكاتره لمصر اللي انتوا ما تعرفوهوش.
كان الميشن والفيجن بتاع القصر العيني وكل كليات الطب لمصر. فعشان كده الكتب التكست بوك عندنا في الباثولوجي لا تعني شيء، لان بيهتموا هم بامراضهم، فاحنا لازم نهتم بامراضهم. فلو جيت بصيت على روبنز المعفن مش هتلاقيه كاتب بلازيس لان مش عنده، لكن يكتب لك الهيستوبلازموزس ديتيل عنده. فاهمين اللي انا بقول؟ فبالتالي احنا بنتكلم الحاجات ديت في البوست جراد. اللي عاوز يعرف الهيستوبلازموزس يجي لي في الفيرست ماجستير وانا اروقه في الهيستوبلازموزس. فمش معنى ان احنا ما بنكتبهاش ان احنا ما نعرفهاش، لا شفناها وشخصناها وعارفينها كويس، ولكن اهم منها ان انتوا تخاطبوا الناس على قدر عقولهم. So this is the classification. النقطة ده طبعا ده كاتيجوري دي. النقطة الثانية ده اللي عنده disseminated candidiasis الله يرحمه. مات. ال disseminated fungal infection is more severe, more worse than malignant tumors. طيب ال tissue reaction in fungal infection يعني انا اعرف منين ان التيشو اللي قدامي ده فيه fungal infection؟ هل الباثولوجي بيشخص الامراض بالايدنتيفيكيشن او بالكوزيتيف اورجانيزم؟ لا. لان اللي بيشخص الامراض بالايدنتيفيكيشن او بالكوزيتيف اورجانيزم الفيري درماسوم، وليس وجود الاورجانيزم دليل على وجود المرض. فاهمين اللي انا بقوله؟ احنا بنستخدم التيشو رياكشن الاميون ريسبونس. ايه اللي بيحصل؟ فلو لقيت فيه جرانيلوما والسنتر بتاعها فيه كازيشن وفيها لانج هاند جاينت سيل يبقى ده تي بي. لو لقيت ان انا عندي ليمفوسايت وبلازما سيل وهذه الليمفوسايت والبلازما سيل بيري فاسكولار ومعاها انكلوجن بودي موستلي ذيس از فايرال ديزيز انكلوجن بودي سيفلس. فاهمين اللي انا بقوله؟ لكن ما بنشخصوش بالكوزيتيف اورجانيزم. طيب التيشو رياكشن بقى في حالات الفانجل انفكشن، التيشو رياكشن في الفانجل انفكشن نون سبيسيفيك. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ يعني يحصل اي حاجه. ممكن نلاقي في اكيوت او كرونيك انفلاميشن سابيوريتي صديدية اللي احنا ناخدها اكزامبل. ممكن نلاقي حضراتكم كرونيك انفلاميشن بس من غير اكيوت اليمنت، يعني بالسابيوريتي مونو نيوكليير بلازما سيل وليمفوسايت وما بتبقاش بيري فاسكولار. ممكن نلاقي جرانيلوميتس انفلاميشن جرانيلومس وما فيهاش او فيها نيكروزس. ممكن نلاقي حضراتكم نيكروتايزنج انفلاميشن، ولكن حضراتكم في الباثولوجي كنا دايما بنشخص بالاعتماد على الرياكشن. هل يمكننا تشخيص الفانجل انفكشن بالاعتماد على الرياكشن؟ لا، لان كل انواع الرياكشن ممكن تحصل. ولكن لو لقيت في تيشو ماسيف نيكروزس اند سكار ماسيف نيكروزس اند فايبروزس اشك ان ده فانجل انفكشن. واحنا في الطب بنعالج بالشك، فلازم اثبتها. اثبتها ازاي؟ اشوف الفانجس بعناية. ايه بقى اللي بيشوف الفانجس؟ الصبغة اللي اتكتبت عندكم في الانسجة التكنيكي اللي هتنتقلوا فيه، بس ما اتكتبتش ان هي بتصبغ الفانجس، لان هم اعتبروا ان انتوا تعرفوها. الباص، حد سمع الباص؟ لان البريتك اسيد اوف شيفلر بيصبغ جلايكوبروتينز. وحضراتكم اهم جلايكوبروتين هو اللي بيعمل السيل وول في الفانجس. فوانس لقيت باس بوستيف يبقى ده فانجل انفكشن. حضراتكم اللي بيصبغ الميوسين والجلايكوبروتين الباس. فالباس هو احسن صبغه للفانجل عندنا، لان احسن صبغه مش الباس، السيلفر نيتريت. ولكن السيلفر نيتريت ماده مفرقعه بتستخدم في صناعه القناه. فبقالنا اكتر من 12 سنه ما عندناش في اسم الباثولوجي سيلفر نيتريت، ويوم ما بنهرب شويه بيجوا يفتشوا الاسم. فالسيلفر نيتريت مور سبيسيفيك ذان باس، ولكن اكتبوا لازم عشان اشخص فانجل انفكشن. اشك ازاي اللي قدامي ده فانجل انفكشن؟ اكسسيف نيكروزس اند سكار. اروح ماكد بيه باس، لو لقيت فانجل يبقى ده فانجل انفكشن. لاول مره عشان أأكد التشخيص اعتمدت إن أنا أشوف على الأورجانيزم. الموضوع الأساسي بقى بتاعنا النهارده بتفتكر إيه؟ اكتبوا عليه نظري وجار وسلايد وكيس وكلاس إيه دي. ده طبعا لو بتفتكر إيه عشان أنتوا عارفين. المستورة اللي اسمها مادورة فوت. المستورة أو المادورة فوت.
اولا مادوره ده علم البيت ولا علم الناس؟ قدامك دي مادوره، مادوره في مدينه في الهند واسم مؤفر زي الجيزه كده. مادوره مشهوره اللي بيعيش فيها النساك الهنود او الفقراء الهنود، ودول بيعيشوا طول حياتهم فقراء متزهدين فما بيلبسوش جزم، فبتلاقي الشق في رجليهم قد كده اهو. فهو اول ما اتوسط المرض اتوسط في هذه المنطقه فسمي مادوره فوت. حضراتكم بعد كده ناخد ديفينيشن المادوره فوت از كرونيك انفكتد جرانيلوما. هذه الجرانيلوما ما احنا خدناها تبع مين؟ السبكتيريس ماكيليز بتأفكت السبكتيريس ستيشن وتوصل لحد البول. فالفونجا المادوره دي بتكسر العظم، عشان كده علاجها الوحيد بيبقى امبيتيشن. المادوره فوت الفونجل ملهاش علاج غير امبيتيشن. ليه؟ لان العظم بيتكسر ومفيش اي محاوله للهيل، لان حضراتكم بتعمل لوكالايز ليجنز اللي هو مالتيبل اكسس كابتن ذات اوبن اون ذا سكين باي مالتيبل ساينس. فاكرين الاكتينومايكوزيس؟ فكان نفس هذا المنظر. والاكتينومايكوزيس كان الكولونيس البكتيريا كان لونها ايه؟ كروستي يلو. اما المادوره فلما تيجي تبص على الفانجال كولوني على البكتيريا كولوني اللي في منها نوعين، الكولونيز اللي بتطلع اي لون، ففي اصفر برضه ولكن ممكن تبقى خضراء تبقى حمراء تبقى سوداء، واشهر نوع عندنا في مصر السوداء. فبالتالي التفرقه ما بين المادوره فوت ان هي فانجل اللي بيسموها ايه مايسيتوم، او بكتيريا اللي هي بيسموها اكتينومايسيتوم، اكتينومايسيتوما اللي هي الاكتينومايكوزيس يعني كوتينس. تفرق ما بينها تحت الميكروسكوب ولا كروسكوب؟ لو لقيت مالتيبل اكسس كابيتال تعمل السكين باي مالتيبل سايز في الرجل لقيت لونها اسود اخضر يبقى اكيد دي فانجل، وساعتها العيان ملوش علاج ابارت فروم تبطل الرجل. طب لو لقيتها اصفر ده او ده تفرق بينهم ازاي؟ تعمل اكس راي. فلو لقيت العظم متكسر فانجل، معاه اوستيومايلايتس وعظم متكسر فانجل فتبطل. لقيت العظم سبير يبقى دي بكتيريا. مفهوم اللي بقوله؟ التفرقة ما بينهم كروست على حسب الديستشارج. لقيته أي لون غير الأصفر فانجل بات. لقيته حضرتك أصفر احتمال من الاتنين. الكلام ده لأن كمان الأكتينومايسيتوما وسط الانقاص. فالتفرقة مينلي بتبقى عن طريق إن إحنا نعمل إكس راي. معاها بون ديستراكشن فانجل. ما معهاش لكن الواحد محتاجين بلد. طبعا ده الاثنين كروس زي بعض وتحت الميكروسكوب 100% زي بعض. التفرقة بعينينا. بتطلع أي لون غير الأصفر فانجل بات. طب بتطلع أصفر إكس راي. مع الفول ديستراكشن يبقى فانجل بات. اتفقنا على كده؟ لان الاكتايد الميسيتوما ادي ده في العيان. طب واحنا في الدراسات دي انا كنت زمان لما كنت في الشقه كنت بجيب الجار، عندكم جار مور لسه زي ده بس احنا شايلين الرجل. فكنت اقول للواد ده ايه؟ يقول لي دي عباره عن مالتيبل اكسس كارتي دومينانت سكين باي مالتيبل سانس تشارج بلاكش حافظ كولونيز. اقول له شهر يعني تشخيص ايه؟ يقول لي مايسيتوما بين قوسين مادوره فوق. اقول له ايه الحلاوه دي؟ شهر مادوره ده علم انجليزي ولا الماني؟ يقول لي هنستعمل دواء كده. لا انت ما بتسال حاجه لا دي ولا دي. دي مدينه في الهند. اقول له شهر يعني اسمها ايه؟ يقول لي قدم مادوره. اقول له برافو عليك. يعني لو الرجل اللي قدامك في الجار دي رجل واحد هندي؟ فيقعد يفكر كده يقول لي اكيد اكيد. يعني احنا بقينا نستورد حتى الرجول من هند، الديزيز من هند. حضراتكم اوعوا تنسوا ان مصر كانت بلد زراعيه وفيها فلاحين، والفلاحين عندنا العيان الشق في رجله مش يعدي مادوره يعدي تعبان. فحضراتكم كانت اشهر محافظتين في مصر فيهم المادوره فوت
الفيوم وبني سويس. الفيوم وبني سويس. لان الفلاح قبل ما ينزل في الغيط يلبس كوتشي. فاكيد. فديركت واحد من الفيوم او بني سويس عادي يعني. حضراتكم بني سويس بني سويس. اصل انا بديهم فبدلعهم يعني. الكوستف اورجانيزم المدورة نوعين. لا اما ايو مايسيتوما ودي فانجل ودي نسبتها الحمد لله 40%. انا بتكلم على مصر عندنا 40%. لان 60% مش فانجل ودي اسمها اكتاينو مايسيتوما. مين بقى الاكتاينو هنا؟ الاكتاينو مايكوس. اما تيجي في الجلد فاهمين اللي انا بقول؟ اللي هي نسبتها اقل من 5%. حضراتكم هو ليه احنا بنقسمها؟ اي تقسيمه لها هدف. لان الفانجل علاجها امبيوتيشن. مفيش حاجه غير كده. البكتيريال انتي فايرال. لان حضراتكم بعد التوستيف اورجانيزم هنقول ترانسميشن. الفانجس از نوت اللي بنتكلم عنه هنا. الفانجس ايه؟ الفانجس از نوت انفيزيف. فعشان يخش نورمال الفانجس ده اللي هو بتاع الايوماسيتوما نورمال يبقى موجود في السايل في التربه وبالذات التربه الزراعيه. وبيبقى في فلاح بيرفودت فبالتالي عنده شو ماينور تروما فبيروح داخل ويكولونايز هذا الموضوع. ما ينفعش يخش لوحده. يعني لو في فلاح رجله ما فيهاش شو. عارف انت الفلاح رجله ما فيهاش شو ازاي فلاح ورجله ما فيهاش شو؟ فبالتالي بسهوله جدا بيخش ويعمل هذا الفانجس انفكشن. هم اللي بقوله احنا درسنا مايستوما عشان زمان. دلوقتي ما بتشوفش حالات مايستوما. ما فيش ولا بلد يعني فاهمين اللي انا بقوله. اوكي ايه كمان؟ ادي دي المايسيتوما ما بيجيش الا في الفلاحين. حضراتكم مين البريسبوزنج فاكتور؟ مين الناس اللي عرضه للمايسيتوما؟ واحد مشهوره جدا في المناطق الاستوائيه ومناطق السافانا. اشمعنى المناطق دي؟ لان الفطر بيعيش اساسا في هذه المناطق. لان هي دي المناطق التربه الزراعيه. حصه جغرافيا ان شاء الله. مشهوره جدا في الاجريكلتشر وركر لان هم اللي بيتعرضوا للتراب بتاعها. نمبر 3 لازم يبقى بير فود في منطقه داست عشان هو الفطر نورمال كومنس النورمال فانجس ان ذيس سايد. ولازم يبقى فيه ماينور تروما. لازم تتوافر هذه الشروط مع بعض. فالشروط دي منطبقه جدا على محافظتين عندنا في مصر. الفيوم والسويس كنا دايما بنشوف منهم حالات المدوره. باثولوجي سايت ايه اكتر حته يجي فيها المدوره فود؟ ليه؟ الفلاح طول عمره ماشي على رجليه يعني. فاكتر حته لها علاقه بالتربه هي الفوت. ولا ينفع نشوف المدوره في حته غير الفوت؟ ينفع ومش كومن. نشوفها فين؟ سهل جدا. الفلاح هو على طول في الحقل واقف على رجله ساعات بيقعد يشرب جوزه كده ويريح شويه. اما بيجي يقعد يحط ايده على ايه؟ على الارض. يبقى اول حاجه الهاند ممكن يشوفها في الهاند. اتس نوت كومن. نمبر 2 بعد ما يشرب الجوزه ويريح شويه لو هو مش لابس هدوم وده فيري كومن يجي له في منطقه الاسكابيلا الباك يعني مفهوم اللي بقوله. لو هو نيت يعني بينام شايل شويله ولا حاجه فتجي له في منطقه الباك. فبالتالي دي اشهر اماكن تيجي فيها المدور. الاماكن اللي لها علاقه باللمس بالتراب لمس الارض ولكن يونيفرسال. ايه اشهر حته؟ لكن ممكن يشوفها في حته غير الفوت؟ اه طبعا. دي بقى يعتبر قمه الذكاء في اليو اس ام دي. لك ممكن تيجي في الهاند؟ طبعا. مفيش ليه؟ ممكن تيجي في الباك؟ اكيد. تيجي في الباتوك؟ صعب شويه بقى. يعني فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ ما دي معناها ان تيجي في الباتوك معناها ايه؟ سبحان الله. ايه العالم الذكيه دي؟ طيب ايه كمان؟ جروسكي لا يمكن التفرقه عن الاكلايمايكوزس. لان هي بتعمل مالتيبل اكسس كابيتال دوبلر سكين باي مالتيبل سايكل. ولكن التفرقه من ديسشارج لو لقيته اي لون غير الاصفر يبقى اكيد دي فانجل. لو لقيته اصفر ده او ده افرقهم ازاي؟ اخد بايوبسي التفرقه اكس راي لقيت في بوند استراكشن فانجل. مفيش بوند استراكشن تبقى على طول بكتيريا. يعني تحت الميكروسكوب لو خدت بايوبسي وياما ناس عملتها هبله
هل تحت الميكروسكوب اقدر اقول ان دي فانجل للبكتيريا؟ لا ما اعرفش، لان عشان اعرف استخدم باص، والباص مش سبيسيفيك، محتاج سيلفر نيتريت. حضراتكم صعب التفريق لانها تحت الميكروسكوب بالظبط. البكتيريا زي الفانجس، فاكرين البكتيريا اللي احنا خدناها كان عباره عن ايه؟ جرام بوزيتيف هايفي بتبقى سنتر لوكيتد، وفي كلابس حمراء ريفرال لوكيتد حواليها كل انواع الانفلامات سيل اكيوت وكرونيك، لان دي سبيره في سايتس كل شويه يستخدم تخش بتعمل سكند انفكشن حواليها، واخر طبقه بره بايتروفس نفس الكلام. وياكش جاز ما يقول لي ديسكرايب فروم بيفور، لو جات سؤال في الامتحان ديسكرايب فروم بيفور انت ما تقوليش ديسكرايب فروم بيفور، لان البيت بتاع في معظم الحالات الايوميسيتوما علاجها مادي، البكتيريا الاكتينوميسيتوما علاجها انتي بايوتيك ثيرابي، بنديهم انتي بايوتيك ويخف. والتفرقه ما بينهم كلينيكال وليس باثولوجي. عدد حالات المدوره فوق اللي دلوقتي بنشوفها في مصر ما فيش، يعني في بدايه حياتي وانا معيد كنت بشوف حالات كتير جدا، كنت بشوفها من الفيوم، لان احنا طب الفيوم اساسا كان تبع قصر العين ما يعرفش، فاحنا كنا بناخد الحالات بتاعتهم ونشخصها، كان الفيوم وبني سويف فكنا بنروح احنا نشخصه، فكنت بشوف حالات بالهبل. انا ما اعرفش بقيه المحافظات، بس انا بقول لكم بالذات في دول، لان انا كنت بشوفهم كتير قوي، لكن في القاهره كنت بشوف حالات مدوره. كده خلصنا ال كده في نقطه المدورة فود تفرق ايه على الكتايروميكوزيس؟ على الكتايروميكوزيس كانت بتسبريد باي نوع من انواع السبريد؟ بلاد بس. اشمعنى؟ ليه ما ينفعش الكتايروميكوزيس سبريد الليمفاتيك؟ شعر طويل تخش جوه الليمفاتيك تخش، لكن بتسد ما ينفعش سبريد. اما الفانجل مايسيدوم بتسبريد باي نوع من انواع السبريد؟ لا ده ولا ده. ولا تسبريد بلاد ولا تسبريد ليمفاتيك. ليه؟ لان ملهاش باور اوف انفيجن خالص. الفانجل مايسيتوما ملهاش سبريد ولا دايركت ولا بلاد اكستريم ريت. اما الاكتينومايكوزيس البكتيريا بتسبريد فقط بلاد، وبرضه مش كومن بس بلاد ينفع، اما الليمفاتيك مستحيل. مفهوم؟ كده حضراتكم اذا خلصنا الفانجل انفكشن ومن ثم هنبدأ السيستميك مع بعض.